فعلا توصل لعبد الحليم علي لجمال حمزه، جمال على طول لعبد الحليم. جول عبد الحليم علي في الدقيقه 30. الدقيقه 30 بتعلن عن اول ربطه، اول جمله اتربطت بين جمال حمزه وعبد الحليم علي. قلت لحضراتكم لسه الربط مش بالشكل المناسب. بعد 30 دقيقة هم سمعوا كلام، والله جمال حمزة وعبد الحليم علي 1-0. ويتشهد من نسيب نادي الزمالك محمد صديق، وعايز يعدي وعدي وحطها لجمال حمزة اهو. جول جمال حمزة. جمال حمزة لسه بقول لحضراتكم لعيب امكانياته عاليه جدا جدا جدا. في الدقيقه 43 جمال حمزه الهدف الثاني. جمال حمزه في الدقيقه 43. شوف ادي اهو كره على ثقه كبيره جدا. كرة حلوة أوي 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 أوي. كرة حلوة أوي 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 الحقيقة. جاب الدقيقة 20 وضربة جزاء. خلينا تاني نتفرج النهارده، اتفرجنا على اللعبه تاني، هتشوف التفرج اللي اتعمل من عبد الحليم علي ومن جمال حمزه وحازم امام. طار عبد الحليم علي اللي ناور فيها وخد ضربه جزاء. نشوف هيلعبها عبد الحليم ولا بشير التبعي. شايف انا عبد الحليم علي صاحب الهدف الاول في ثلاثيه الزمالك حتى الان. وعلى طول ده الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة. لعبة على طول تاني للزمالك. محمد عبد الواحد ماشي. محمد هو جول الجول الخامس. محمد عبد الواحد البدري كنت بقول لحضراتكم بيحرجم. انا عايزها بشوطه انما قدر عبد الواحد قعد يفتش لحد ما لقى نفسه في البينية الجميلة اللي اتلعبت له وخلصها وركنها حلوة قوي. 5-0 محمد عبد الواحد. واضح طبعا ان